إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع لتلفزيون ألترا أش دي في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. السلام عليكم وصحة فطوركم. الحلقة تاعنا اليوم على التعليم الابتدائي في الجزائر. الدول النامية واللي راهي في طور النمو مستحيل توصل دول متقدمة وكان ما تهتمش بقطاع التعليم. على هذيك تلقاهم عاطين أهمية كبيرة للتعليم الابتدائي، لا خطر هو لا باس، وتلموا محترمين هذاك القطاع، تلقاهم محترمين التلميذ، عندهم عيب تعيط للتلميذ ديريكت باسمه. الشغلة مو شغلة شطارة وتهزيق، شوف لما ولد من أولى ابتدائي تعامله كالرجل ايش حيطلع؟ لما الاستاذ يعامله بكل احترام ويقول له يا استاذ فلان، عيب اصلا عندهم في اليابان، عيب 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 تنادي الطالب حتى لو كان في اولى ابتدائي باسمه حاف. ليه؟ لانه بشر، بني ادم، 5 سنين بس في نهايه المطاف بني ادم. ديجا احنا في افريقيا والله غير خبر، ما رانا عاطين قيمه لا للقطاع لا للتلميذ. ديجا احنا المعلم اللي كان يعيط للتلميذ الصغير اللي عمره 5 سنين يا استاذي توسوس، هو استاذ انا معلم تسمى راه نيفو عليا ولا وش؟ ديجا اصبر اصبر، كي درنا على العدل والمساواة، وعلاش نهار الاول تاعك في الابتدائي يعطوك ورقة تعمرها في الدار فيها الاسم واللقب ومهنة الاب؟ اكد لي على مهنة الاب. صالح حاضر. مهنة الاب بريد والمواصلات. اوه باباك يخدم في لابوست طريب، يا طريب طريب يا عم بالك بلي راه عندي ديجا مشكل انايا مع هذاك الفيرمون طالي نشوف. طريب يا باباك هو يولي يشوف لي الفيرمون. نور الدين حاضر. نور الدين باباك يخدم بناء. اوه بابا بابا ماصون ماصون الله عم بالك عم بالك، عندي شهر وانا نحوس على واحد يعاود لي الدار ماصون ما لقيتو. قول لباباك انت يا غدوة عنده استدعاء يجي، عندك استدعاء. إيمان نعم. إيمان باباك بوليسي الله يبارك. وسنا خير كبير، سنا خير كبير باباك من يوم حبيبي. العشية نعطيك النمير وعطيه ونقول له يعيط لي باباك. خلاص دوكا نولي نخدم كلونديستان ونولي نخدم دور بلا ترميمة ندير السبتة. لا لا الله يبارك، عدل ومساواة. اوكي درنا على النهار الاول تاع القرايه اوتوماتيكمون نهضروا على لا ليست تاع الادوات المدرسيه اللي تجيبها. في تركيا مثلا طبقوا برنامج جديد يسموه الفاتح. الفاتح هذا وشنو؟ يوزعوا 15 مليون طابلات على زراري صغار اللي يقراو في البريمار باش ما يزيدوش يجيبوا الادوات المدرسيه، لوحه وكاي وكرطاب وكتاب ولو كاع خلاص. بصح في الجزائر يمد لك ليسته ما تخلصش. بابا بابا واش جبتها؟ جبتها وجبت ليه؟ قائمه الادوات المدرسيه. ياه عطاكم من عندهم؟ لا لا ما كفناش الورقه درناهم في الكراس. بصح شنو هذا وليدي؟ 200 كراس، 100 صفحه، 50 مسطره، 70 ستيلو، هذا اللي كاين لك وحدك ولا كاع المدرسه؟ 200 مليون ما تشريهم لكش كاع. مساكن الاطفال يقول لهم جيبوا 500 حاجه وبعد تلقى الكرطاب كبير عليه. راك تشوف البوا، ومن جهه تلقى التلميذ ما يحبش المعلم تاعو اوتوماتيكمون ما يحبش التعليم. كيف حبيتو ما يخافوش، هو المعلم غير يدخل يبدا يجبد في الاسلحه تاع الدمار الشامل تاعو. غير حنا الافريقيين اللي مازلنا نتعاملوا بالضرب، وما لقري منعوا الضرب والعنف ضد الاطفال صح كل اللي ما منعوش. وتحت الضرب والعنف هذا الطفل يولي من الخوف يكذب. امانة الرسول الله قنشيب أمانة الرسول. روح تروح درك تخرج. ها ربي شاهده وطعني مكة وطعني ربي طعني ربي، أني قدوة الموتى ونجيبه الطباشير نجيب. كون ما تجيبش نجيب الله قنشيب. لا لا هز خشك وروح تروح. قدوة الموتى. لا لا روح خش قدوة الموتى سيدي. الموتى حق الموتى.
البراءة مسكين. ومن العوام اللي كيما هادو يولي الطفل يكره المعلم والتعليم ويولي يحب ما يروحش كاع يقرا. ماكش حابه تحفظيه؟ وانا عبا نديت صفر نورمال ونورمال نعاود نستعنو حتى نتحاوز من المدرسة نفرح. ويولي الطفل هو داخل القسم ويستنى غير وقتاش يجي الاستراحة، وتلقاه مسكين يستنى غير في اللمجة هذيك. في الدول المتقدمة مركزين بزاف على الأكل الصحي للطفل، وعندنا حنايا لا لا أكل صحي متكامل. هاك اللمجة تاعك، واحدة زوج ثلاثة. اللمجة الوحيدة في الموند اللي تدمر لك النومو. هكذا وصلنا لافان تاع الحلقة تاعنا تاع اليوم. التعليم الابتدائي والتعليم بصفة عامة في الجزائر من سيء لأسوأ. احنا ندعو ان شاء الله يتسقم. انا مقالي غير نقول لكم ربي يجمعنا في ساعة الخير ان شاء الله، وصحة صحوركم وسلام. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع للتلفزيوني يلتخى HD في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات.